كما قلت هنا كتبدا واحد المغامره، وباش الانسان لهنا، لان المغامر لا يعرف ماذا ينتظره. غتسافر لواحد الجهه ما كتعرف فيها حتى واحد، ما عندك حتى واحد. هنا الانسان كيخلي امر الله. فانا وهذا السيد الله يواليه برحمه الله في هذا رمضان المبارك، الله يواليه برحمه الله، الله يجدد عليه الرحمه، الاخ عبد الهادي العيساوي، سافرنا من هنا لباريس. هذا الشيء راه كنقول دابا في 72 71 71 71 نهايه ديال الصيف 71. سافرنا لباريس، ومن باريس طلعنا ريحنا واحد النهار تماك، وطلعنا لا سميتو، طلعنا لروتردام. روتردام بما انها اكبر ميناء عالمي، من سميتو ميناء تجاري عالمي. فهنا كانت فرص الشغل كانت متاحه. الفكره اللي عندنا احنا بان فرص الشغل متاحه، لكن كما كنقولوا كل حاجة عندها سبب، ولا ما نعرفش نقول. هو أنه في ذاك الوقت كانت الحرب ديال 73، على ما أظن على حرب 73، كانت أحداث الألعاب الأولمبياد منشن في 82، فتغيرت شوية نظرها اتجاه كل ما هو عربي او كل ما هو ينتمي للعالم العربي. ولقينا واحد الصعوبه باش نلقاو عمل، وبقينا واحد 3 شهور ولا 4 شهور ضربات بينا الوقت مزيان مزيان مزيان، تكرفسنا مزيان الحمد لله. وكل حاجه دازت على الراجل الا هي درس في الحياه، كل حاجه دازت على الراجل درس في الحياه. انا في هذا الوقت هذا خصني ندبر المعيشة ديالي، خصني ندبر باش نخلص الكرا، خصني باش ندبر باش نعيش. ما عندي حتى واحد، ما كنعرف حتى كل واحد الله يكون في عوانه، وحتى الناس اللي تما راه كل واحد راه كيجري على راسه، الله يكون في عوانه. فهنا كان واحد الفضل عليه احكي في هذا الكتاب هذا، لأن الكتاب هو ملخص ديال هذه المعاناة وهذا كاع اللي دازت في 30 سنة. هذا الكتاب لمذكرات بحار، في إحدى سميتو الصفحات ديالو كنحكي على واحد السيد طلياني، وهو طلياني كان مافيوزي، كان مافيا. فأول حاجة ضربني بواحد 5 المواطن، قال لي سير بيع له، عطاني واحد ثمن معين اللي خصني، ثمن اللي خصي يكون، وفوق داك الثمن طبر انا. فانا مشيت بعد 5 د المواقل، وكاع داك الشيء اللي قال لي هو دا فوق منه، الانسان غير نيه، عطيتو كل شيء، قلت له سميتو داك الشيء اللي جاب لي هو، كانت غير تجربه. ف شاف فيا مزيان، تا شاف فيا، قال لي اجمع داك الشيء، قال لي هز كل شيء، قال لي هز كل شيء، قال لي ولا احتاجيتي شي حاجه اجي لعندي اللي احتاجيتي. وكان هذا السيد وكان عمره ديك الساعه يتجاوز واحد 70 سنه، واحد 75 سنه، كان رجل سميتو ذو هيبه، ورجل مافيوزي بمعنى الكلمه. انطونيو لازم تذكر هذا الاسم، والانسان اللي كيدير فيك الخير طول حياتك ما كتنساش.